قناة 3TV هي أفضل قناة حاليا في مجال الفيديو كليبات الغنائية الجديدة، فإن كنت من عشاق هذا النوع من القنوات فتابع معنا الفيديو إلى النهاية للتعرف على القناة وترددها. أهلا بكم مشتركي وزوار قناتنا في هذا الفيديو الذي خصصناه لقناة رائدة في مجال فيديو كليب، إنها قناة 3TV التي لها نسب مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي، وذلك بعد النجاح الكبير مقارنة بباقي قنوات الغناء على النالسات، وهذا بسبب الاحترافية التي تتميز بها هذه القناة في تقديم محتواها الفني واختيارها لكل ما يجذب عشاق الفيديو كليب، وذلك بتقديمها أحدث الأغاني والفيديو كليب لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي من المطربين والمطربات، إضافة إلى عرضها أنجح الفيديو كليب لأشهر نجوم الغناء العالمي. وقبل أن أقدم لكم القناة وترددها، أدعوك فضلا وليس أمرا بالضغط على زر لايك للإعجاب بالفيديو واترك تعليقا أسفل هذا الفيديو تشجيعا لنا لنستمر. نبدأ في إضافة التردد. أولا قم بفتح القائمة الرئيسية المينيو من خلال ريموت الريسيفر، ثانيا من القائمة الرئيسية المينيو ندخل إلى التركيب ثم قائمة الترددات، ثم نضغط على الزر الأخضر في ريموت كنترول لإضافة التردد، قد يكون زر إضافة التردد خاص بك بلون آخر. عندما تظهر شاشة إضافة التردد نقوم بوضع التردد وهو كما تشاهدون 11900، الترميز 27500، والاستقطاب فيرتيكال أو عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. ثم نقوم بحفظ هذا التردد، بعدها نضغط على الزر الأزرق في ريموت كنترول وهو زر البحث، وكما قلت قد يكون زر البحث في الريسيفر الخاص بك بلون آخر. عندما تظهر شاشة البحث نركز جيدا على هذه الإعدادات، وأهمها أن تجعل البحث الشبكي غير مفعل، ونضغط على أوكي أو موافق ليبدأ الريسيفر في البحث عن القنوات، وستبدأ قنوات كثيرة بالنزول كما تشاهدون، وستظهر القناه التي نبحث عنها واسمها في لائحة القنوات 3TV. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحدث وأهم الترددات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.